ومن وزير الداخلية إلى الكاتبة الصحفية ومستشار رئيس الجمهورية سكينة فؤاد، أهلا بحضرتك. بيكو أهلا. أهلا بيك يا فندم. أيوة. أستاذة سكينة، عايزة أسأل حضرتك عن تعليقك على هذا الحدث وعلى أداء الشعب المصري. أولا العزاء، العزاء في الدم الجديد الذي يسيل ويهدره من لا يعرفون قيمة وطن ولا دين ولا حضارة ولا يعني. وعايز أقول لهم أن يحدث هذا في كل الدنيا، في الغدر، في الإرهاب، ممكن الإفلات، وهذا لا يقلل من قدر قوة الدولة ومن قدر قوة مؤسسات الدولة على الإطلاق. وأنهم يعلنون بهذه الممارسات الإجرامية الإرهابية أن إمكانية أن يعودوا ليكونوا في يوم من الأيام جزء من هذا الشعب الذي يعني اكتوي بالنار في أبنائه، في دماء أولاده، أن هذا الشعب ممكن أن يتقبل، يزداد إصرار على التحدي، يدرك حجم أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة، لأن هذا الذي الوجه الذي يكشف عنه كاملا يعلم المصريين بما كان سيكون عليه مصيرهم لو امتد هذا الحكم ولم تتدخل إرادة الشعب ويدعمها جيش الوطني وشرطته ووقفة كل القوى الوطنية المصرية الأمينة التي يجب التي تتضافر الآن. مش عارفة هم سامعين حجم الغضب المصري ولا لا؟ أكيد. مش عارفة هم مدركين حجم الغضب المصري الذي تفجر الآن، لأن العناد المصري وتحدي إرادة وكرامة وحق الشعب ده في أن يعيش، أن يطمئن، أن يسلم أبناؤه، أن تحمى دماء هذه الأبناء من الإهدار، لا يتصوروا أن يعني المصريين يعني إذا سيبت في عدد أو يقلل من الصلابة من الإرادة. المصريين عارفين، المصريون يعرفون جيدا أن الغدر، ما هو أنت تعرفي توجهي عدو كاشف وجهه. أيوه. عارفة هو فين. أيوه. أما الغدر أن تأتي من ضربات جبانة متخفية في الظلام تجري لتضرب هنا وهنا، يصبح وقفة الشعب، تضافر هذا الشعب العظيم المحترف، ويظهر هم طبعا مش يظهر لأنهم لا ينتموا انتماء حقيقي، ولا كانوا عرفوا تاريخ هذا الشعب أنه تاريخ تشتد مقاومته عندما يعني تعلو موجات الإجرام أو التحدي لإرادته. النهاردة وزي ما سمعنا يعني وتابعنا أن هناك مخطط يدار من الخارج من أجل التخويف والترويع والترهيب من الاحتفالات ب 25 يناير، وأن هذا مخطط وتصدر التعليمات. فالنهاردة التعليمات هم أصدروا الحقيقة تعليمات للشعب المصري بأن يشتد أكثر، بأن صلابته، لأن هتعدي هذه المرحلة زي ما عدت قبل كده، زي ما عدت يا ما دقت على الراس طبول. بنشكرك جدا الكاتبة الصحفية ومستشار رئيس الجمهورية أستاذة سكينة فؤاد، بنشكرك. وإلى دكتور جلال.